أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في كتاب الروح لابن القيم بأن الأموات يعرفون من يقوم بزيارتهم وأنهم يستبشرون بذلك، وفي الكتاب أيضا أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الأموات، فهل هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى دليل. إذا ذكر دليل صحيح يدل على هذا فلا بأس، أما بدون دليل فلا يقبل. نعم.